تنضم لنا الدكتورة أمانة الغفري استشارية الأمراض الباطنية. أهلا وسهلا بك دكتورة. دكتورة، ما رأيك بنتائج الدراسة اللي تقول أن القيلولة تزيد من معدلات الإصابة بضغط الدم والسكتة الدماغية كذلك؟ ما علاقة القيلولة بالضغط وبالسكتة؟ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الدراسة فعلا دراسة جديدة نشرت الشهر الماضي في مجلة هايبرتنشن التابعة لجمعية القلب الأمريكية، وهي مثيرة للاهتمام، خصوصا نحن بنعرف أنه ملايين من الناس بيستمتعوا بشكل منتظم أو بشكل يومي بقسط من الراحة أثناء النهار لتعويض تعب اليوم، وإذا كان نوم أثناء الليل غير جيد. الدراسة وجدت أنه كثير من يعني قارنوا مجموعة الناس اللي بيقيلوا بشكل منتظم بمجموعة من الناس الذين لا يقيلوا، وجدوا أنه ضغط الدم بيرتفع عند هدول الناس 12% والسكتات الدماغية بتزيد 24%. هذا في حد ذاته بيدينا مؤشر، يعني إحنا القيلولة كأطباء هي عرض لمشكلة أكبر، هي ليست بحد ذاتها هي السيئة، ولكنها عرض لمشكلة إنه الإنسان هذا ما بياخد قسط كافي من النوم أثناء الليل. وبقسط كافي يعني بقول إنه من 7 إلى 9 ساعات نوم منتظم ما فيهوش أي تقطع في النوم، فهذا له انعكاس على صحة الإنسان بمردود سيء، وبالتالي بيؤدي إلى أمراض إحنا المفروض نتلافاها يعني. طيب دكتورة أماني، يعني هذا الموضوع بينطبق على جميع الفئات العمرية أم يعني يقصد هنا بها فئات معينة؟ سؤال جميل. الدراسة وجدت، هي قارنت بين فئات عمرية مختلفة، فوجدت الدراسة أنه فئة الشباب أو المجموعات العمرية اللي أقل من 60 سنة اللي بياخدوا قيلولة بشكل منتظم، وجدت أنه هاي الفئة العمرية معرضة لارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية بشكل أكبر من فئة العمرية أكبر من 60 سنة. وجدوا أنه الأمراض هذه تقل إلى النصف في فئات العمرية فوق 60 سنة. ورأيي الشخصي أنه هذا بينعكس على أنه طول الفترة، لأنه الإنسان لو بدأ من بدري في عمره أنه هو بياخد قيلولة على مدى سنوات طويلة، وخصوصا فئة الشباب، وإحنا يعني داخلين على موسم مدارس موسم جامعات، كثير من الطلبة والعاملين بيكون عندهم الشعور بأنه لو نام ساعات قليلة أثناء الليل لأنه بنتج أو عنده بروجكتات معينة عايزين يخلصوهم، إن هم لو عوضوا ساعات النوم بساعات أخرى أثناء النهار هذا كافي أنه يعطيهم قسطهم الوافي أثناء اليوم. لكن الدراسة هذه أثبتت لا، العكس. نعم، الدراسة كذلك يعني أشارت إلى أن النوم المتأخر في الظهيرة له أضرار على الجسم، كيف يمكن أن يؤثر التوقيت هنا على صحة الإنسان؟ حقيقي نعم، النوم متأخر، إحنا يعني الناس يصنفون أنفسهم ناس صباحيين ناس مسائيين، لكن هاي الدراسة مرة أخرى تثبت أنه الناس المسائيين أو اللي بيناموا بعد منتصف الليل عادة ما بياخدوا قسط كافي من النوم، وبالتالي بيؤدي إلى إرهاق وتعب أثناء النهار. بتلاقي المريض بيجيك على العيادة بيقول لك دكتور أنا دائما بيكون عندي صداع أثناء الصباح، فبتسأليه عن جودة النوم، تسأليه كم ساعة نام ومتى خلد إلى النوم دائما، وحتى ممكن تسأليه إذا كان بياخد من النوع اللي بياخد قيلولة، حتى تجدي أنه كل هاي الإجابات حتكون إيجابية، وبالتالي بيؤدي على مستوى الإنتاجية أثناء اليوم، بيكون الإنسان إنتاجيته أقل، عنده صداع، عنده خمول، ممكن يؤدي إلى إرهاق، يؤدي إلى النوم أثناء مثلا السياقة إلى مكان عمله، أو أثناء مثلا أنه هو بيشتغل على أجهزة خطيرة أو حادة أو شيء زي هيك. فجودة النوم والوقت اللي بيخلد فيه للنوم جدا مهم في عملية أنه الإنسان يكون عنده يوم نهاره يكون جيد. وإحنا دائما بنقول early birds catch the worm، يعني أنه الإنسان اللي بيصحى مبكرا دائما يعني نجاحه أفضل أو نتائجه أفضل. يعني جميل. وأيضا دكتورة أماني، الأشخاص اللي اعتادوا أنهم ياخذوا هذا النوع من أنواع القيلولة اليومية، شو بتنصحيهم وكيف يعني بيقدروا يتغلبوا عليها تدريجيا كمان؟ عادة لما احنا دائما بيكون عندنا يعني مثلا مريض بيجي بزورني في العيادة وبنتكلم على مشاكل النوم، لما بيقول لي انه بياخذ قيلولة بنبدا من البداية، يعني النوم في حد ذاته كم ساعة المفروض ينام الشخص. الدراسة وجدت انه عدد ساعات الكافية للجسم الانسان لازم تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات، اقل من كده بتزيد مخاطر الامراض واكثر من كده بيزيد مخاطر. فعدد الساعات لو الانسان حرص على انه ياخذ كفايته من النوم ويبعد عن كل الاشياء المنبهة بحيث انه يكون
نومه متواصل، ما يكون في أي تقطع، هذا حيؤدي إلى أنه الصبح حيصحى فريش نشيط، ما حيحس بالخمول الشديد أثناء لما تيجي مثلا ساعات الظهيرة. وإذا كان يعني لازم ولا بد، أنا دائما بقول بسميها استراتيجيك ناب، يعني قيلولة خفيفة بسيطة، ما ضروري الإنسان فيها ينمو، مجرد يعني ينام تماما، مجرد أن يغفو فقط، يعني يبعد عن الأجهزة أو يبعد عن هذا ويرتاح قليلا، من 10 إلى 30 دقيقة كافية، وهي دائما بتكون أراوند يعني وجبة الغداء مثلا كافية، لأنه سكريات تنزل لهذا كافية أنها تعطيني هذه الجرعة من النشاط من غير ما أدخل إلى النوم. وبالتالي لأنه مشكلة إن أنا لو دخلت إلى النوم حيأثر على نومي بالليل، يعني أنا لو نمت فترة زيادة عن اللزوم، أكثر الدراسة قالت أكثر من 60 دقيقة، هذا حيخلي جودة نومي بالليل مش جيدة، حخلد إلى النوم متأخر، هحس إن أنا لسه مش تعبان كفاية عشان أنام كويس أثناء الليل، وهكذا ستبقى يعني دائرة مغلقة للأسف يعني. نعم دكتورة أماني الغفري استشارية الأمراض الباطنية، شكرا جزيلا لك.